متابعه ببيروت، تحيه لكل يلي انضموا لنا هلا، ومجدد تحيتنا لكل يلي تابعونا من بدايه حلقتنا. ضيفتي هلا مثل كمان جو شليطة صارت صديقه لنا وزميله، ودائما بننطر نصايحها بعالم الديكور والهندسه الداخليه. سوا بنرحب لكين بجومانا بدور. هاي نانسي، كيفك جومانا؟ سالفه الحمد لله. جومانا، اللوحات والرسومات ابتكارات اساسيه بعالم الفن، واطاراتهم فينا نقول انه لهم اهميه كبيره لمحاوله ابراز هاللوحه او هالرسمه. كيف بتعرفي انت عن الاطارات؟ اللوحه اكيد هي الموضوع الاساسي بتكون، واللي موقف الموضوع الاساسي، بس اللي بيكملها هو الفريم، الاطار تبعها. من هون بيجي اهميه دور الاطار تبع هاللوحه، او ممكن بيزيد من قيمتها او بالعكس بيقلل من يمكن قيمتها. يعطيها هيك شوي. مزبوط. من هون اهميه انه نعرف كيف ننقي اللوحه، وطريقه اختيارها بتتبع معايير كثيره هلا بنحكي عليهم. طيب خبرينا لكن اول شيء بدايه، كيف ممكن نختار اللوحه او الاطار الخاص باللوحه او الرسمه؟ نعم، هلا لحتى نقدر نختار، اول شيء بدنا نقسم اللوحه او عالم اللوحات على قسمين. في عندك الرسمات يلي بينعملوا على توال، على قماشه، وبيكونوا او لوحات زيتيه او الاكريليك، وفي النوع الثاني اللي هو كل الرسومات او الصور الفوتوغرافيه او اللوحات مثل الاكريليك وال حتى الليتوغرافي، وكل هول يلي بيجوا على ورق. سو نوعيه الكادر بتختلف ان كان على القماش او على الورق. اوكي، خلينا لكن نبلش بالاطار الخاص باللوحه اللي معموله على القماش. على القماش زيتيه او اكريليك. هلا انا جبت معي شويه سامبلز، ما بعرف اذا رح اقدر افرجيكم. اكيد اكيد رح نشوفه. رح نبلش اول شيء بالكادر الذهبي يلي بيجي كثير كلاسيكي وبيبرز بشكل كثير كبير اللوحات. هلا انا هون جبت اثنين، يمكن حسب اللوحه. اذا كانت كثير كبيره بتعرض الكادر تبعها. اكزاكتلي، هون مثلا هيدي اذا نحطوا حد بعضهم بتصفي الكادر كثير كبير. طبعا لحتى نقدر نحطها على لوحه بدها تكون اللوحه كثير كبيره، لانه اذا نحط كادر بهالحجم على لوحه صغيره رح بيلفت النظر على الكادر، ونحن اكثر شيء بهمنا انه نلفت النظر على اللوحه بحد ذاتها. اوكي، بس هيدا اكزامبل. هدول بنشوفهم كثير بالميوزي، بالمتاحف اكثر شيء، وبالبيوت يلي تابعه بالصوره بركي يلي تابعه ستيل كثير كلاسيكال، والستيل الفرش حتى بيكون كثير كلاسيكي. اوكي، هلا بدل فينا نضلنا باجواء الكادرات الذهبيه والشوي المعجقه، مثلا هيدا الكادر بس بضلوا سمبل اكثر. هيدا بيلبق مثلا على لوحه شوي مودرن اكثر، بس بتكون مرسومه على قماشه او اويل، يعني زيتيه او اكريليك. هلا في عده طرق كمان كيف نشتغل بالاطارات. نعم، فينا نزيد عليها هيدي القطعه يلي بتصير بتنحط اللوحه بقلبها مثل شكل علبه بوكس، يعني بتنزاح. حلو. لنفترض هيدي هي اللوحه، بتنزاح شوي لجوا بشكل انه يكون في نص سنتيمتر من فوق ومن كل الميلات، بتجي كانه قاعده ما بتكون مغطاه منها ولا شوي، بتجي كانه بشكل علبه. شو فيني اقول لك كمان عن اللوحات؟ كمان هول بالنسبه لكين للوحات الزيتيه. بس كنت حابه بس زيد انه في هيدي القطعه بتنزيد، هيدي ممكن تجي على عده الوان او ذهبي، او هيدي بسموها باسبارتو، ممكن تتركب تحت اي نوع من الكادرات. طبعا الشوا كثير كبير عم جيب معي انا اليوم. بالنسبه للوحات اللي على الورق، هون ما فينا نشتغل بشيء اسمه باسبارتو، في منهم بيستعملوها، مع انه ما جبت معي فريمز باجيت رح نستعملها بهالشكل. هيدا الفريم. اوكي، هون بنستعمل شيء اسمه بيزو او ماري لويس، ممكن يجوا بعده الوان وبعده قياسات، وحتى الوحده منهم ممكن تجي مش بس وحده، ممكن تجي اثنين مثلا. يعني ببينوا ربع بربع منهم هيك شوي ببينوا. مزبوط، شوفي كيف نانسي، يعني مثلا هيك. فيك تحطي هيك، تحطي وحده ملونه تحتها وترجعي تحطي وحده اعرض من تحت، وبحطوا الكادر كمان مثلا تجي هيك، وبينهم وبين الكادر بتجي القزازه. كثير حلو.
في الانواع كثير كبيره والفاريتي الشوا كثير كبير. هلا نحن عندنا تقرير عن كواندا مظبوط، خلينا نشوفه سوا ونرجع بنحكي انا وياك نتابع حديثنا. تقسم اطارات الصور واللوحات الفنيه الى نوعين، الاول جاهز والاخر يركب من قضبان خشبيه او معدنيه حسب القياس. هون عندك سيليكسيون من كل شيء، ببلش من الكادر الرفيع الرفيع لتوصل الى يمكن اعرض كادر. تختلف موديلات هذه الإطارات بين الكلاسيكية والعصرية، ويستطيع الزبائن اختيار الإطار بحسب اللوحة والألوان وديكور المكان الذي سوف تعلق فيه، إضافة إلى الذوق الشخصي. واحد عنده معرض أو عنده معرض فوتو أو أكواريل أو حيلا شيء، عم نستعمل هاي الأشياء يلي هي نسميها بروت لأنه ما فيها لون، ما فيها تكستشر، ما فيها ما بتاخذ من التابلو، سو هي اللي هي اكثر شيء ناتج. يوضع الاطار حول اللوحه بشكل علبه، اما حول الرسومات فتدخل الماري لويز بين الورقه والاطار ويضاف الزجاج للحمايه ايضا. بيجي التابلو تنفترض يوصل ماشي، ينفصل له شاسيه، ينشد عليه، يرجع القضبين بيجوا هول، قلنا كنا عم نقول بيجوا ثلاث امتار قضبين، كمان بيتفصلوا على هي بينجمعوا، هيدا مكانة الجمع هون، بيجمعوا البرواز، يعني بس ينشد التابلو صار هيك، كان على شاسي كان ماشي، انشد على الشاسي بيرجع بيتأصل له الكادر تبعه، الكادر بينجمع وبيتركب عليه. هيدا الشق الثاني يلي هو كل شيء له علاقة بالتابلويات الورق يلي بدها ازاز. مثلا هيدا التابلو وهيدا هيدا الكرتونه اللي كنا عم نقول بنعملها تسمى باسبارتو او البيزو او بتنعمل تتركب فوق التابلو، بيرجع بيجي الكادر بيتركب عليها بيرجع بينعمل له ازاز يلي هو الازاز اللي بتركب بين الاثنين. فن صناعة الإطارات في تطور مستمر، حيث أصبح هناك زجاج ألترا فيوليت لحماية اللوحات في المتاحف، وأضحت هذه الصناعة مرغوبة حتى من أشهر المصممين حول العالم مثل بيير كاردان الذي وضع توقيعه على مجموعة إطارات محدودة الكمية. يعني مثل ما شفنا جمانة مجموعة كبيرة من